يستمر التواصل أيها المشاهدين الكرام مستمعينا في كل مكان، حيث نستمر باللقاء مع حضراتكم في عاشر أشواط المساء، حيث ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل ضمن برنامجنا لهذه الأمسية 14 شوطا في انطلاقات الثمانية كيلومترات، مع آخر تمهيدي بالنسبة للكبار في هذا الموسم. نسير إلى البداية حيث الشاهينية تتقدم بشعار العاصفة وهجنها إلى المركز الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثاني أيضا الشاهينية تتقدم لهجن العاصفة، يأتي غياث الهلالي محققا هذا التقدم في بداية ومبدئية هذا الشوط. المركز الثالث وصلت الآن الطيارة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد، الطيارة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، يضمرها سيف بن مبارك بن غويث، يأتي يتقدم الآن على المركز الثاني. المركز الثالث هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز الرابع وصلت الشاهينية بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بتضميرها وتدريبها، يأتي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بعدما حقق المركز الأول مع بشاير في الشوط الماضي. يقدم الآن الشاهينية في أشواط متوالية ومتتالية ويبغي يضيف نقطة ثانية. المركز الخامس هجن العاصفة تقدم الشاهينية مع غياث الهلالي. المركز السادس كذلك وصلت الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أما المركز السابع فوصولا من مهابة تعود الملكية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، ويأتي مطر بن محمد بن رفيعة في عملية التضمير والتدريب على المركز الثامن أو المركز السابع في هذه الأثناء. المركز الثامن وصلت الآن الجوري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عبد الله بالمر الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا الجوري على المركز الثامن. والمركز التاسع وصول من قبل الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصين النعيمي يضمرها، بينما حيلة تحتل المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. والمضمر والمتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري هو من يقدم هذه الانطلاقة لحيلة. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء الأولى. أزير مشاهدين الأعزاء وأتابع هذه الانطلاقة وهذا التحدي، وأعود إلى الشاهينية حيث تتقدم إلى المركز الأول. الشاهينية تتقدم بقيادة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب، يأتي المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الشاهينية لهجن العاصفة تتقدم إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة والتضمير والتدريب لدى غياث الهلالي. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس بينما مشاهدينا الكرام الجانب الاخر تحمل الطياره خامس المراكز لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، المضمر سيف بن مبارك بن غويث يتقدم خامسا. سادس المراكز مهابه لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، وفي التضمير والتدريب ياتي المضمر مطر بن محمد بن رفيعه الى المركز السادس. الى السابع المراكز الان، الانتقال مباشره الى الجوري
لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن مر بن حلوة في هذا اللقاء. سابعا المركز الثامن هجن العاصفة تقدم الشاهينية والمضمر غياث الهلالي. تاسعا في هذه الانطلاقة والتحدي والانطلاق نتابع حيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر بسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز العاشر هذه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها فهد بن حصين النعيمي هي من حلت في المركز العاشر. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في النداء الثاني. هكذا يستمر التواصل مشاهدين الأعزاء تستمر الانطلاقات والتواصل والفوز والناموس والانتصار في انطلاقاتنا المسائية هنا في هذه اللحظات. نسير ونبحر دائما في مشاركة اللقاء ومشاركة هذه الأسماء المميزة. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الأول الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهنا يأتي المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد من يأتي ليتقدم في هذه اللحظات. ولكن هذه اللي غيرت الطيارة 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 مشاهدين الكرام تحلق الآن على المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم. المضمر سيف بن مبارك بن غويث يتقدم هنا في هذه الانطلاقة، يحتل المركز الثاني أو المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد. الشاهينية لهجن العاصفة بدأت الآن تنضم إلى الكوكبة الثنائية لتتغير هنا مع انطلاقة هذا الشوط إلى المركز الثاني. المضمر يأتي غياث الهلالي المركز الثالث. المركز الثالث ثالث المراكز حفلنا الكريم تصل من خلاله الرابع هجن العاصفة تتقدم في هذه الانطلاقة إلى المركز الرابع. غياث الهلالي يضمرها خامس المراكز أيضا الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي يتابعها المركز الخامس. بينما المركز السادس وصلت الآن مهابة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. وياتي في التضمير هنا مطر بن محمد بالضبيعة او مطر بن محمد بالرفيعة يتقدم الى المركز السادس. المركز السابع نشوف سابع المراكز هجن العاصفة غياث الهلالي يضمرها. المركز الثامن حيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن مكتوم مسري بسالم بالعرطي الحميري في المتابعة. المركز العاشر هذه الجوري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر المتابع عبد الله بن مرة بن حلوة. في المركز التاسع عاشرا هذا اللي وصلت غيرت بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الظبي ضمرها فهد بن حصين النعيمي يتقدم الى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الاسماء الاولى اللي انطلقت اللي تقدمت اللي جابت ميادين السباق. ولكن عودة الى المركز الاول، عودة الى التقدم، عودة الى الصدارة. الله هي البداية. شوفوا التقدم
التقدم الأصيل، التقدم الجميل، التقدم الخطير على المركز الأول. طيران الناموس، طيران التحدي بينما الشاهينية هي من غيرت. الشاهينية الآن تقدمت لهجن العاصفة إلى المركز الأول، إلى ناموس هذا الشوط. ها هي الشاهينية بقيادة غياث الهلالي، إذا تبدع، إذا تسير، إذا تتقدم في هذه المشاركة. مشاهدين الكرام، مع المضمر غياث الهلالي، الطيارة في المركز الثاني، في المركز الثاني تأتي الطيارة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، والمضمر المتابع يأتي سيف بن خلفان الغويث. المركز الثالث هجن العاصفة، رابعا هجن العاصفة، خامسا هذه الشاهينية سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، خليفة بن سلطان بن رشيد المضمر، ثم هابة من الجانب الآخر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بن رفيعة في عملية التضمير. الله يا أبو عبد الله يتقدم في هذه الانطلاقة، هذه الأسماء، هذه الأسماء تحديات جميلة عملاقة. 1200 على خط النهاية، والشاهينية هجن العاصفة هي المسيطرة، هجن العاصفة هي المتقدمة. ما شاء الله تبارك الله، المركز الأول، المركز الأول، المركز الثاني. شوف هناك الطيار، الطيار اسمه الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم المضمر، سيف بن خلفان بن غويف يتقدم إلى المركز الثاني. هجن العاصفة ثالثا، هجن العاصفة ثالثا، مهابة رابعة لاسم الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، يا سلام يا بن رفيعة بالمركز الرابع. خامسا هجن العاصفة، سادسا هذه الجوري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عبد الله بالمر بن حلوة، يا سلام. ولكن عودة إلى الشاهينية، عودة إلى الشاهينية، عودة إلى العاصفة، عودة إلى العاصفة، وهجنها، هجن العاصفة هي المتقدمة. تحاول الشاهينية والشاهينية، ولكن مهابة، مهابة تحت رأسها شيء، تحت رأسها مهابة، تحت رأسها تحدي، انطلاق. هذه مهابة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مطر بن محمد بن رفيعة، يا سلام. يا أبو عبد الله يتقدم أبو عبد الله، هذه مهابة، مهابة، ولكن الشاهينية، الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة مسيطرة. مهابة تحاول، مهابة تحاول في المركز الثاني، مهابة، ولكن شوف الله، شاهينية العاصفة مستمرة بأن تكون على الموقع الأول، على موقع الناموس. المركز الثاني مهابة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوب، يا سلام. يا بن رفيعة مطر بن محمد بن رفيعة يقدم، ولكن هجن العاصفة، هجن العاصفة يابت الثنتين، هجن العاصفة يابت الثنتين، الأول والثاني، الأول والثاني. هذه هجن العاصفة استمرت في الإبداع، في الإمتاع. مشاهدين الكرام، أول وثاني، أول وثاني، الأول إذن لهجن العاصفة الشاهينية. المركز الثاني مهابة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث هجن العاصفة، المركز الرابع الجوري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وخامسا هذه الطيارة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المكتوم. كانت هذه النتيجة أيها الحفل الكريم. مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول هنا 12 دقيقة لحظات الوصول. مشاهدينا الكرام، للشاهينية هجن العاصفة 55 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، والتهنئة لغياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت هنا في الانطلاق والتحدي. مشاهدين الأعزاء، مهابة 12 دقيقة 56 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. ثانينا كذلك اسمه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، والثانية للمضمر مطر بن محمد بن رفيعة. بينما المركز الثالث كان شعار هجن العاصفة حاضرا ب 12 دقيقة 56 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس كذلك للمضمر غياث الهلالي.